إذن أيها الأحبة، خلاصة ما تحدثنا عن كما أن شهر رمضان ربيع القرآن، فهو ربيع الأخلاق وهو ربيع العلم. وفي هذا الموسم نغتنم فرصة للحديث عن كل مشاكلنا الاجتماعية والأخلاقية. إذا في أي سؤال تفضلوا. أحسنت سيدنا، ما عليك أمر، بس شلون نتدبر في القرآن؟ سيدنا، ما هي الطرق من أجل وقاية الطفل وإبعاده عن السلوكيات الخاطئة والعنيفة؟ سيدنا، إذا تعطينا فكرة عن صاحب الحدائق إن شاء الله. سيدنا، هل هناك خلاف حقيقي بين المثقف والفقيه؟ سيدنا، كيف نقنع الشاب بأهمية القدوة الصالحة؟ أحسنتم جميعا، سنجيب على كل هذه الأسئلة ومواضيع أخرى في سلسلة محاضرات النصف الأول من شهر رمضان بمأتم المرخ.